السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. الحياة مش هتنتهي بالثانوية العامة، يعني بإنك أنت تدخل كلية معينة أو زي ما بنقول كليات القمة أو كليات مثلا القطاع الطبي أو الهندسي. الحياة مش هتنتهي إنك أنت ما تدخلش الكليات دي، الحياة بالعكس، في كتير دخل كليات تانية أو دخل أو ما كملش ممكن تعليمه، ولكن كمل في مجال هو بيحبه وبيجي مثلا رجل أعمال مشهور أو عمل حاجة هو بيحبها، مشروع خاص بيه واشتهر وبيجي أفضل من زمايله اللي دخلوا الكلية، كليات القمة زي ما بيقولوا، وممكن يكون اشتغل حد من الكليات دي اشتغل عنده. فأنا بس هنا بنقول لأولياء الأمور ياريت إنك أنت ما تضغطش على ابنك، يعني أنت مش هتحقق حلمك في ابنك، سيبه يدخل الكلية اللي هو عاوزها، سيبه يعمل مستقبل لنفسه. الحياة مش بتنتهي بالثانوية العامة، يعني هيكون إيه رد فعلك لما توصل ابنك لأن هو ينهار، لأن هو يجيله وممكن يتموت زي ما شفنا، إن هو ممكن ينتحر، إن هو طب ليه أضغط عليه؟ ما أعلمه إن هي الثانوية العامة دي مرحلة زي أي مرحلة، عادي زي مرحلة الابتدائية، الإعدادية، الثانوية، الجامعة. المستقبل مش إن أنا هدخل كلية إيه، المستقبل بتاع ربنا. أنا أسعى وأعمل اللي عليا وأعمل اللي أنا بحبه عشان أتميز فيه. الحياة تميز، ممكن أدخل كلية طب وما أكونش متميز، ما أكونش دكتور متميز، ممكن أدخل صيدلة وما أكونش صيدلي متميز، ممكن أدخل، لكن ممكن أدخل كلية أنا حبيبها وأتميز فيها وأكون صاحب رؤية لي، مثلا بصمة في المكان. دخلت مثلا كلية تجارة، ممكن أبقى في بنك، ممكن أعمل شركة خاصة بيا، ممكن أدخل أبقى محامي مشهور، أبقى وكيل نيابة، أبقى يعني في مجالات كتير، ممكن أبقى صاحب مزرعة سمكية، ممكن أكون قبطان بحري، يعني في مجالات كتير أنت لو بتحب وتسعى ربنا هيكرمك. لكن أولياء الأمور يصروا إن الثانوية العامة هي المستقبل، وإنك أنت لو جبت مجموع كده مستقبلك ضاع، يعني لو جبت مجموع ضعيف أنت لا طبعا، مستقبل ده بتاع ربنا. وكتير يعني أمثلة، وأنتوا عارفين أمثلة كتير لطلبة دخلت كليات قمة وبعد ما اتخرجت عادي، حس ان هو يعني مش هو دي، لقي نفسه مثلا بدكتور في قرية بياخد مبلغ معين، وزميله اللي دخل كلية تاني بيجي مثلا صاحب شركة، صاحب مصنع، وليه بوزيشن ومعاه ستافه، فلقي ان هو نفسه لا، يعني العملية ما بتقاسش من انا جبت مجموع كبير جبت مجموع صغير، لا، العملية بتقاس انا عاوز ايه، انا بحب ايه. ما هو مش كلنا هنبقوا دكاترة، مش كلنا هنبقوا عشان مثلا الكلية دي في مجال شغل بعدها يبقى كله يعني ايه يضغط عليها كله يدخلها، لا طبعا، احنا مش كلنا هنبقوا دكاترة، مش كلنا هنبقوا صيادلة، مش كلنا هنبقوا مهندسين. كل الكليات حاليا واحد، ومش حاليا، من زمان، احنا بس اللي بنحط في دماغنا حاجات معينة ونقول دي كليات قمة، دي كليات قاع، لا، مفيش حاجة اسمها قمة وقاع، كل الكليات واحد. وهو أنت في الكلية بتاعتك اللي أنت اللي بتعمل لنفسك بصمة، أنت اللي بتتميز على فكرة الحاجة، يعني مش كل الدكاترة واحد، مش كل الصيادلة واحد، مش كل المهندسين، في مهندسين متميزين وفي مهندس، مش كل المدرسين، في مدرسين متميزين وليهم اسم وفي مدرسين محدش يعرفهم، وهكذا في كل المهن. فبالتالي انت اللي بتعمل لنفسك مستقبل، انت اللي بتسعى، والسعي احنا بس مش علينا غير السعي، يعني عشان تحط في دماغك كده ان انا بسعى ليه، برضو دي جزئية مهمة، انا بسعى ليه، عشان احصل على نتيجة؟ لا طبعا،
احنا بنسعى لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اسعى، لكن الرزق على الله سبحانه وتعالى، النتيجة بتاعت ربنا. فانت بالتالي بتسعى، بتاخد بالاسباب. ليه؟ لان ربنا قال لك خد بالاسباب، ربنا قال لك اسعى، فبالتالي النتيجة على الله، النتيجة اللي تحصل عليها هي دي رزقك، هو ده الطريق اللي ربنا اختاره لك. فربنا تدبيره أفضل، ترتيب ربنا مفيش أفضل منه. فأنت اعمل اللي بتحبه، ويا ريت نصيحة لكل أولياء الأمور، سيب ابنك يعمل اللي بيحبه، هتلقاه متميز. أنت بس ادعمه، حاول من الأول تغرس فيه الدين والأخلاق، وان هو ازاي يعتمد على نفسه، وان هو ازاي يختار اهدافه، وان هو ادعمه وقف جنبه، لكن ما تضغطش عليه، ما توصلوش لمرحلة ان هو انك تفقده في يوم من الايام. لا، انت حافظ على ابنك. لو وصلت لمرحلة انك انت حافظ عليه، انت يعني الثانوية العامة مش نهاية المطاف، والثانوية العامة مرحلة زي اي مرحلة، احنا اللي بنعملها هالة، لكن هي عادي، دي اختبارات. انت اللي بتحصله، احنا طبعا ضغطنا على اولادنا بالدروس، ضغطنا عليهم، ودي طبعا يعني عاوزة حلقة وحديها. لكن انا بنصح الكل ان احنا نقف جنب اولادنا، ونخليهم يعملوا اللي بيحبوه، ونطلع من دماغنا الكليات قمة وقاع، وده دخل ايه وما دخلش ليه، كل الكليات واحد، وهو اللي بيرسم طريقه وبيعمل اللي عليه، والنتيجة على الله سبحانه وتعالى. ويا ريت نقف جنب ولادنا ونشجعهم، ونكون سند ليهم، مش ان احنا نوصلهم لمراحل هم نفسهم يكرهوا التعليم، ويكرهوا الدراسة، ويكرهوا الوضع، ويوصلهم لمراحل ان هو ايه، العيل ممكن ينتحر. وبنصح تاني اولياء الامور، صحة أولادك وابنك بالدنيا كلها. التعليم مهم، ولكن ما نوصلش لمرحلة إن هو يبقى عبء. لا، خليك سند لابنك، فهمه وعيه. مش بس احنا مش بس بنرعى أولادنا، لكن احنا بنربي. اغرس من بداية ما هو صغير في الدين والأخلاق، وإزاي يختار طريقه بعقلانية، وإزاي يعمل اللي بيحبه مع مراعاتنا ليه. وفي الآخر بتمنى لكم إن شاء الله، لكل طلاب الثانوية، ولكل الطلاب في كل المراحل الثانوية الأزهرية وكل المراحل التعليمية، بالتوفيق والنجاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا لكم.